في الليلة لنا استذكار للأديب الراحل الدكتور سهيل بوشرؤي، فعددنا عرض بسيط عن بعض أعماله وأفكاره. ترك لنا الدكتور سهيل بوشرؤي تراثا أدبيا فنيا فكريا وإنسانيا. فقد كان أستاذا جامعيا، كان أديبا، كان مفكرا، كان أمضى سحابة نصف قرن من حياته في الدراسة وتدريس آداب اللغة الإنجليزية والعربية كلاهما، وبدأ بالتدريس في الجامعة الأمريكية في بيروت من سنة 86 إلى سنة 68 إلى سنة 86، وبعدها انتقل إلى جامعة ماريلاند في أمريكا إلى يوم وفاته هذه السنة أظن في شهر سبتمبر. كان هو رئيس، أسس هناك منبر دراسات السلام، وكان أسس له كرسي جبران خليل جبران لدى مركز أبحاث التراث في جامعة ماريلاند، كما أسس الاتحاد العالمي للدراسات الجبرانية. أغلب كتبه ترجمت إلى أكثر لغات العالم عن جبران خليل جبران، كان أكبر ناقد وكاتب عن أعمال جبران خليل جبران وفلسفة الرومانسية أو العصور الرومانسية مع أيام لطفي المنفلوطي، أيام نجيب الريحاني والأعمال الأخرى عديدة له. الأستاذ، راح أترك المجال للأستاذ سمير رشدي ليقدم نبذة عن أعمال هذه الشخصية الفذة. الأستاذ سمير محاضر ومدرب إداري في مجال الإدارة، رئيس وحدة المؤتمرات في شركة أجكس، وله مقيم في البحرين أكثر من 18 عام. فليتفضل أستاذ سمير. كمدرب ولي في هذا المجال سنين طويلة، أحب أن أنالج الحضور حتى نتفاعل مع بعض. فبداية، أنا لست بحاضر ولست بأديب ولست بمفكر، أنا مدرب علمتني الحياة كيف أجمع المعلومات مع بعض. وحقيقة تعرفت على الدكتور سهيل بديع بشرؤي وأعجبت بهذه الشخصية النبيلة التي فكرت خارج حدود وطنها، فكرت إنسانيا في كيفية جمع الشمل بين الشرق والغرب باستخدام أدب اللغة العربية وتعريف الحضارة والثقافة العربية والشرقية إلى المجتمع الغربي، فأثنى عليه الجميع. ستكون الأمسية في وضع ما مختلف عن المحاضرات التقليدية العادية، سنستعرضها بطريق مختلف، وفي نفس الوقت في مقاطع كثيرة من الفيديوهات هو يتحدث بنفسه عن مواقف عديدة. فلنبدأ. عالم اليوم، نحن في عالم أصبحنا فيه قرية واحدة تستطيع أن تتناول إفطارك في قارة وغداءك في قارة أخرى ثم تتعشى هنيئا وتنام في قارة ثانية. وسائل التواصل بين الناس إن كانت في ظاهرها موجودة ولكن في باطنها ما زالت تحتاج إلى كثير من الإنجاز. مفهوم التعايش بين أفراد الكوكب الواحد والوطن الواحد برغم وجود وسائل الاتصال تحتاج إلى كثير من التفكير وإعادة النظر.
فلنشاهد مثلا هذا المقطع لعالمنا ما في صوت؟ لا هذا ما في صوت بس من غير المقطع ده ما فيه صوت. زين كويس. بس المقاطع الاخرى فيهم صوت. بس هو الانترنت كمان يعني والفكرة واضحة يعني. واضحة؟ اي فاكر الفكرة واضحة. هذه هي الفكرة. سبعة مليون تقريبا يعيشون على هذا الكوكب. توزيع في موقع اللي موجود تحت هذا بالثانية. يعني بالثانية. طبعا زي ما شايفين هنا انه في تنويعة كبيرة من الأديان والأعراق موجودة في العالم المختلفة. وللأسف الشديد على الرغم من ان هذه الأديان جاءت لتوحد الا اننا اليوم بنشوف انه التعصب اللي حادث هو اللي خلى التفرقة وليس العكس الصحيح. بدل ما كانت بتوحد القلوب اصبحت التعصب يؤدي الى مزيد من التفرقة. ففي نتوحد في الأطعمة، يعني ما عندناش مشكلة نتناول أكل صيني أو أكل هندي أو أكل ياباني أو أي الأكل يوحدنا، لكن البشر والفكر والتجمع الإنساني ما زلنا لا نتوحد فيه. غريبة لو نفكر فيها بالمنظر. طبعا فرزان هتيجي تقول لي انت ايه دخل اسكندر الاكبر في الموضوع؟ قصه سمعتها كثيرا قد تكون مش حقيقيه، قد تكون لها مجرد معنى، انه في احدى فتوحات الاسكندر الاكبر دخل مدينه وفتحها. طبعا زمان ما كانش فيه انه بيعرف ايه اللي موجود في المدينه او طباع الاهل ولا بتاع، فيحبوا يتعرفوا على ما هو موجود في تلك المدينه. فبعد ما يتم فتح المدينة هو يستريح في القصر، يبتدي يبعث الحاشية بتاعه حتى تتفقد أحوال هذا البلد وتأتيه بالأخبار. ففي أحد البلاد رجعوا له قالوا له احنا رحنا شفنا المقبرة اللي موجودة في هذه البلد، ودخلنا لقينا على الشاهد بتاع القبر مكتوب عاش سنة، عاش سنتين، عاش سنة ونصف، عاش ثلاث سنوات. فاستغرب، يعني هل في مرض أتى إلى هذه البلد وقضى على كمية كبيرة من الأطفال؟ فابتدى ينده ناس من أهل البلد ما هي القصة؟ فقالوا له لا إحنا سلونا إن نشوف الشخص لما مات من عمره كام قدم لخدمة هذه البلد فتكتب على الشاهد بتاع القبر. يعني اللي مكتوب سنة أمضى من وقته سنة واحدة فقط لخدمة هذا المجتمع الذي هو يعيش فيه، وباقي عمره لا يحسب. فليها مغزى، هذه القصة ليها مغزى. هل يستطيع شخص أن يغير العالم؟ هل يستطيع؟ نعم. في شخص ناس بتقول اه، في ناس بتقول لا. ممكن عندنا تجارب، عندنا تجارب، في شخصيات. اول شيء بقول لك walk in their shoes، حط نفسك مكان الاخر. هي كل الفكره كيف ترى الاخر، كيف تنظر الى الاخر. او ادخل لشخص واحد، حياة شخص واحد، مش لازم العالم بمفهوم العالم كله. او غاندي زي ما قال ايه غاندي، be the change you want to see in the world start from نفسي. او ادخل بسمة حتى على قلب شخص، او زي ما قال كينيدي one person can make a difference and every person should try. وأطلب من كل واحد في حضراتكم في بعد ما نخلص المحاضرة بينه وبين نفسه يبتدي يفكر كيف يمكن أن
أضع بسمة في حياة الآخرين، سواء على مستوى الحي بتاعي أو مستوى أكبر أو أي مستوى من المستويات. طب يعني ليه المدخل ده كله؟ لأنه حقيقة زي ما قالت one child, one teacher, one book, one pen can change the world. وهذا المدخل اللي أنا دخلت به هذا ما فعله أو آمن به الدكتور سهير تشكوكي. هذا هو كان فكره، منبع إنجازاته، منبع الكتب اللي عملها، تاريخ حياته، ما كرسه في طول عمره كان مبني على هذا. ما أعطاني الله من موهبة أستغلها في خدمة البشر والإنسانية. كتاباته وإنجازاته ومسيرة حياته كانت كلها مبنية على أسس فكرية ثقافية وروحانية ثابتة وعميقة. كان عنده إيمان غير عادي بوحدة الجنس البشري ونبذ التعصب بين البشر وعن العمل على الاتحاد والألفة والوئام. في نظر الدكتور سهيل بشروقي إن النظرة العامة للكون التي تتقاسمها الشعوب والأديان تمثل خريطة للأساس المشترك الذي يقوم عليه التراث الروحاني في العالم. كون واحد وشعب واحد، مهما اختلفت الحدود في الأخير كلنا بني آدم. فالدين كل واحد لا يمكن تجزؤته، وكلما ازداد المرء تعمقا في فهم الدين تأكدت له وحدة العالم الإنساني. يرى بشروقي أنه لو أي حد فينا اليوم حلل ما هي سبب الصراعات، من كام سنة سبب الصراعات في العالم كانت إلى حد ما كانت اقتصاد والاستيلاء على مناطق الموارد الاقتصادية، ما زالت إلى حد كبير النهاردة موجودة، لكن في صراع آخر هو صراع الأديان، صراع الحضارات. في نفس الدين تجد فيه صراعات، في نفس المذاهب، في كل مكان أصبح الدين بدل ما يكون سبب للاتحاد سبب للفرقة. عشان كده كان لازم يكون في نوع من أنواع الحوار بين الأديان وبين الناس حتى تتوحد. آمن أن الوحدة الأساسية للأسرة الإنسانية، المساواة، قدسية الإنسان، قيمة المجتمع الإنساني هي التي تؤدي إلى المحبة وإنكار الذات والتعاطف والتخلق. المولد والنشأة بتاع الدكتور سهيل بشروقي ولد في مدينة الناصرة سنة 1929 في فلسطين، وتلقى تعليمه الأساسي بمدارس عربية. وهو بيقول إنه في هذه المرحلة من العمر ابتدى العشق أو الحب بينه وبين اللغة العربية والقرآن الكريم. ثم انتقل إلى مدرسة كلية سان جورج بالقدس، ومن هناك ابتدى التعرف على الأدب الإنجليزي الذي أجاده إجادة كاملة. تعود العلاقة المعنوية بين بشروقي وبيروت إلى مطلع القرن العشرين. والد الدكتور سهير اللي هو بديع بشروقي أتى إلى بيروت ودرس فيها في الجامعة الأمريكية في بيروت، ثم انتقل إلى فلسطين، وهناك تولد الدكتور سهيل بشروقي في الناصرة. وبعدين نفس الشيء الدكتور سهيل بشروقي مع الأسرة انتقلوا وهو عنده عشرينات العمر إلى مصر، واستقروا في مدينة الإسكندرية. والده والدته وهو استقروا أخواته في مدينة الإسكندرية، والوالد والوالدة أقاموا فيها بقية عمرهم. هو هناك دخل الجامعة وتعرف على كثير من الأدب في الجامعة المصرية. دكتور سهيل في أحد المقابلات عرفوا ما يقوم به من إنجازات. Thank you.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذا اللقاء مع البروفيسور سهيل بشوي. البروفيسور سهيل بديع بشوي، أستاذ جامعي، مؤلف وشاعر وناقد ومترجم متميز. هو رئيس الرابطة العالمية لدراسة آثار وحياة جبران خليل جبران، مؤسس لكرسي الدراسات الجبرانية في جامعة ماريلاند التي تحتضن كرسي جبران من ضمن مركز التراث في كلية الدراسات الاجتماعية. البروفيسور بشوي يدرس حاليا في الجامعة موضوع تراث الإنسانية الروحي المستند إلى كتابه بعنوان تراثنا الروحي باللغتين الإنجليزية والعربية، يحظى بشهرة واسعة في العالمين العربي والغربي. من أعماله المتميزة باللغتين العربية والإنجليزية شروحه ودراساته وترجماته لنتاج المبدعين في الشعر والأدب من أمثال ويليام ياتس وجبران خليل جبران. من أبرز مؤلفاته بالإنجليزية الحكمة عند العرب، جبران الإنسان والشعر، أجمل رسائل الحب العالمية، تراث الأدب العربي، تراثنا الروحي باللغتين العربية والإنجليزية. لديه العديد من الدراسات والأبحاث والمحاضرات والمقالات الزاخرة بالأدب والروحانيات والإنسانيات، وحائز العديد من الجوائز التكريمية العالمية تقديراً لمساهماته الأكاديمية والأدبية والإنسانية. يرى أن التكريم الأهم بالنسبة إليه هو رسائل الشكر التي تنهال عليه من تلامذته حتى بعد تخرجهم وانطلاقهم في حياتهم العملية. يصدر له قريباً كتاب جديد عن أمين الريحان. للأسف لم يمهله القدر أن يستكمل هذا الكتاب. دعنا نتعرف أكثر كيف فكر دكتور سهيل في حياته. في أقام مركز الحوار العربي اللي ذكرت عنه الدكتورة فرزانة في يوم الأربعاء 30 مايو 2012، أمسية خاصة في واشنطن، لكن هو نظرا لحالة المرض عنده لم يستطيع أن يحضر، ولكنه أرسل برسالة مكتوبة قرأت نصها بالنيابة عنه. عنوان هذه الرسالة: ماذا علمتني تجارب الحياة؟ وابتدأها ببيت الشعر القائل: ساعد إذا نزلت بأرض قوم ولا تقل إني غريب. أدركنا المعنى؟ يعني إذا نزلت في بيت قوم ليسوا بقومك، ساعد وساهم وكن جزءا من هذا المجتمع ولا تقول أنك غريب. فالغريب هي صفة للشخص الذي ينزوي جانبا ولا ينخرط في هذا المجتمع الذي هو فيه. قالها ذاك الشاعر الإعرابي عبيد بن الأبرص، وقرأت كلماته هذه في بداية رحلة الحياة. هذه الرحلة التي حملتني إلى ديار الغربة من الوطن الأم بحكم أصوله من إيران. الدكتور سهيل: الأرض المقدسة السمحاء في قلب العالم العربي، انتقل إلى فلسطين، ففيه زرعت بذور ولائي ووفائي بحضارة العربية الإنسانية العريقة من أرض لبنان وديار مصر ورحاب السودان ونخيل أرض المغرب. تنسمت أولى نفحات العروبة الأصيلة القائمة أساساً على قوانين الكرم والسخاء، وعرفت منذ أولى سنوات الحياة معاني الكرم الحقيقي الذي يبدأ بمكارم الأخلاق المتمثلة بمعاني الترفع عن كل أنواع التبدل والامتهان، والعمل على إعزاز الغريب وإيواء الفقير وإكرام الضيف واحترام كل إنسان لكونه إنسانا خلق على أحسن صورة، وميزه الله عن غيره من المخلوقات بأن زينه بطراز العقل فرفعه مقاما فوق كل مقام، وبذلك فرض عليه أن يكون منصفا في كل الأمور، يؤمن بالعدل ويساوي بين الناس ولا يفرق بين المؤمن وغير المؤمن،
لأن الله وحده أعلم بما في القلوب، إذ تذكرنا الآية الكريمة: إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يقول: درست في الجامعة المصرية في أوائل الخمسينات، وكان بحضور بعض محاضرات الدكتور طه حسين أبلغ الأثر في نفسي، ولم يكن علمه الغزير ونبوغه الفذ هو ما استدعى انتباهي. رأيت أمامي إنسانا سكر الله بكل عظمته وجلاله قلب هذا الرجل الذي استعاض عن نور البصر بالنور الإلهي المبدد للضلال والجهل، وهو نور البصيرة، فرأى ما لا تراه أعين. علمني طه حسين أن الله مع أولئك الذين يخدمون البشرية بكل صدق وإخلاص رغم كل الصعاب. رأيت طه حسين وكأنه يقول: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ثم ذلك العميد الروحاني عميد كلية الآداب في جامعة الإسكندرية الدكتور خلف الله محمد تلميذ محي الدين ابن العربي الذي أدخلني إلى رحاب عالم التصوف الحق، فآمنت بذلك المجتمع المفتوح الذي تحدث عنه بيرجسون في كتابه المشهور ينبوع الأخلاق والدين ويستدرك. فآمنت بهذا الانفتاح على كل التجارب الدينية الإنسانية، المتعاطف مع سائر التيارات الروحية، مستشعرا الأخوة الإنسانية الجامعة بين الناس جميعا على اختلاف الأزمنة والأمور. وقد تأكدت لي هذه المشاعر الأولية وترسخت في أعماق نفسي عندما بدأت رحلاتي إلى الغرب، وبدأت بدراسة الأدب الإنجليزي في بريطانيا، وكان أستاذي الذي أشرف على أطروحة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من أبرز الشعراء المعاصرين في أواخر الخمسينات، وأهم المتخصصين في شعر ويليام شكسبير وجون ميلتون، وكان متصوفا. ووجدت أن فرانك برينس أستاذي الإنجليزي جمع في شعره كما جمع هنا ابن الفارض بين تجارب المسلمين والمسيحيين واليهود والبراهين، ورأى في هذه التجارب أنها فروع لدين واحد هو التقوى الكاملة المبنية على أساس وحدة الوجود. وتنوعت رحلاتي، وفي كل مكان وجدت تلك الروح الواحدة الموحدة في الشعراء العظام في أوروبا، وزرت الهند فسمعت ذلك الصوت الإلهي الواحد رغم كل ما يدعيه البعض عن تعدد الآلهة عند الهندوسيين، فإن أساس العقيدة الهندوسية هي أن الحقيقة واحدة والحكماء يطلقون عليها أسماء مختلفة. واتسعت رقعة رحلاتي فقدمت إلى الولايات المتحدة، فوجدت أن الحقيقة الواحدة، وجدت جبران هنا في أمريكا، صوتا إنسانيا وحداويا عربي اللسان والهوية والثقافة يجمع بين الشرق والغرب في كلمته الخالدة، لا يقرأه الملايين في أمريكا بل عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم. وها أنا ذا أسمعه يناديني كما ناداني قبل 70 عاما خلت: أنت أخي وأنا أحبك، أحبك ساجدا في جامعك وراكعا في هيكلك ومصليا في كنيستك، فأنت وأنا أبناء دين واحد هو الروح، وزعماء فروع هذا الدين أصابع ملتصقة في يد الألوهية المشيرة إلى كمال النفس. هذا هو الدكتور سهيل بشوش. أيضا في أحد المقابلات التي تمت يشرح موضوع بشرح جميل رائع،
كتب لك تفسير للحكمة، رأس الحكمة مخافة الله، قلته لي منذ قليل، أود أن تعيده للمشاهدين. أنا دائما في قراءتي خصوصا اللغة العربية يجب أن أنتبه إلى روح الكلمة. رأس الحكمة مخافة الله، اسأل واحد شو يعني مخافة الله؟ مخافة الله هو أن لا تؤذي أحدا من الناس خوفا من أن تخطئ ويلومك الخالق. مخافة الله هي في أن تخاف أن يكون لك أثر سيء في نفس أي إنسان كان. يعني مخافة الله هو أن تعلم جيدا أنه يجب أن لا تمس أحدا بيدك أو بلسانك. مخافة الله هو أن تحترم الإنسان وتقدر الشخص الآخر بغض النظر عن أنه يعني مهما كان، حتى ولو كان كافرا. يعني ومن يعلم أن من يدعي بأنه من المؤمنين هو آخر من يعتبره الله من المؤمنين. إذن الموضوع موضوع علاقتي بالآخر. ما هي علاقتي بالآخر؟ علاقتي بالآخر هي أن أفهم تماما. في القرآن الكريم آية من آيات الله يصف فيها خلق الإنسان، فيقول سبحانه وتعالى: ونفخنا فيه من روحنا. نفكر في روح الله في بني آدم واقف أمامه. طيب إذا كان هذا في روح الله وهو كافر، أنا بقتل روح الله؟ بها الفكر يا أخي اتركه، هو حسابه مع الله. هل اعتبار أني أنا مسؤول أمام الله عن الآخرين؟ هذا فكر باطل. لأنه أيضا كما يقول في كتابه العزيز: إن الله أعلم بمن اهتدى والله أعلم بمن ضل سبيلا. يعني أزواج واحد مصري قال لي: طيب إذا كان هو ربنا اللي بيعرف، أنت مالك يا أخي؟ أنا هدفي الأساسي أن أخدم هذه اللغة وهذه الحضارة، وأن يراها العالم بغض النظر عن مين ما يكون على نقاوتها وطهارتها، وأنها في سبيل خدمة الإنسانية. خليني أشهد لك بالأدب العربي، هذا ابن عربي شيخ المتصوفين وصل إلى نهاية الطريق فقال: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فضرعا لغزلان ودير لرهباني، وبيت لأوثان وكعبة طائف صالح الوثن. ولكن أيضا صاحب الكعبة يتفضل: وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. هذا إنسان قالها في مكة المكرمة، ما قالهاش في لندن ولا قالها في برلين. إلى أيضا قوله في ترجمان الأشواق: لو لاح البرق شرقيا لحمنا إلى الشرق، وإن لاح غربيا لحمنا إلى الغرب. ثم يقول للمستمع: إن غرامي بالبريق والرمح، وليس غرامي بالأماكن والطرب. يعني أنا الحقيقة هي الأساس، أكانت من الشمال أو من الجنوب إلى آخره. يعني حرصت أن أسمعكم بنفسكم ما آمن بي. هذا هو الدكتور سمير بشوري. الموجز لحياته الأكاديمية نال الدكتور سمير بشوري شهادة دكتوراه من بريطانيا. أثناء مسيرته
درس في جميع من الجامعات، درس في أفريقيا، كان في نيجيريا الفترة، وبعدين في أوروبا، درس في كندا، في الشرق الأوسط وأمريكا. في الجامعة الأمريكية في بيروت، في أعز ما كانت الجامعة الأمريكية لها الريادة، أول شخص غير إنجليزي يرأس قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية كان الدكتور سهيل بشوي، وتركها بعد الحرب الأهلية اللي حصلت وسافر إلى أمريكا. ألف باللغتين، كان عنده إجادة غير عادية باللغتين العربية والإنجليزية. سنة 92 أصبح أول مشرف على الكرسي البهائي للسلام العالمي بهاي تشير وورلد بيس جامعة ماريلاند، عمل على تطوير بدائل للنزاعات والصراعات العنيفة، وتولى البروفيسور سهيل بديع بشروقي رئاسة كرسي جبران خليل جبران من أجل القيم، عمل بصفة باحث أول. نال العديد من الجوائز الأكاديمية والجامعية على مدار الخدمة بتاعته. أشهر مؤلفاته معظمها باللغة الإنجليزية، ألف الحكمة عند العرب إنجليزي، نقل مفهوم الحكمة عند العرب في التراث العربي والحضارة إلى اللغة الإنجليزية حتى يتعرف عليها الغرب، جبران الإنسان والشاعر، أبرد رسائل الحب، وهكذا إلى أن وصل إلى كتاب تراثنا الروحي. أمضى الدكتور سهيل بشروقي جزءا كبيرا من حياته في المعقل الأمريكي، وهناك كان من أكثر الناس على مستوى العالم دراية بالأدب المهجري، مش مجرد جبران خليل ولكن الأدب المهجري بصفة عامة. وهو تكلم عن هذا الموضوع فقال في أيضا المقابلة: أهلا بك البروفيسور بشروقي على شاشة الميادين. أهلا بكم، شكرا جزيلا. طبعا أنت أستاذ ومدير كرسي جبران، حدثنا قليلا عن هذه الصلة وعن هذا الإنجاز الباهر بأن يكون أول جامعة في العالم تحتضن مثل هذا الكرسي. هذا الكرسي الفضل الأول طبعا يعود إلى الأستاذ جورج زاخم الذي عرف بما لديه من إدراك وحصافة بالتراث الإنساني العظيم الذي هو التراث العربي الموجود في كتب الأدب والشعر. جبران مثل قيم يحتاجها عالم اليوم أكثر من أي وقت آخر، فنحن في عالم متعدد الثقافات والحضارات والأديان، نحن في عالم منقسم على نفسه بين تيارات مختلفة سلبية وإيجابية، نحن في عالم أصبح العدو هو أكثر وجودا منه من الصديق، فقدت الأمانة الإنسانية العظيمة والمحافظة على التراث الإنساني الخالد والقيم الخالدة. لهذا عمل كرسي جبران في جامعة ماريلاند هو خلق جديد لثقافة إنسانية هي ثقافة اليوم عن طريق اللغة الإنجليزية طبعا لأنها هي أكثر لغات العالم تداولا، واللغة العربية التي هي أبلغ وأعظم لغات العالم بدون شك. فأنا أعتبر نفسي محظوظ جدا بأن أكون صاحب لغتين، الإنجليزية اللي هي اللغة العالمية يتحدث بها كل من هب ودب على وجه البسيطة، ولكن الأهم أنني أتحدث باللغة العربية وهي اللغة الفصحى التي لا يمكن الذي يدخل رحابها إلا أن يدرك أنها لغة
ثقافة حضارية إنسانية خالية. الأمير تشارلز أيضاً ألف كتاب باللغة الإنجليزية عن الشرق والحضارة الشرقية والحضارة الإسلامية، وقام الدكتور سهيل بشروي أيضاً بالمساعدة في الترجمة. كان حريص الأمير تشارلز أن تكون أول لغة بعد الإنجليزي يتم ترجمة هذا الكتاب إليها هي اللغة العربية. من بين ما كتبه أو ما تضمنه الكتاب محاضرة الأمير تشارلز ألقاها سنة 93 على مسرح شيلدون في أكسفورد لدى زيارته مركز أكسفورد، وكانت بعنوان الإسلام والغرب، حيث يؤكد فيها: إنني مؤمن من صميم قلبي بأن الروابط بين هذين العالمين غدت اليوم أهم من أي وقت مضى، لأن وتيرة سوء التفاهم بين العالمين الغربي والإسلامي ما زالت مرتفعة إلى حد خطير، ولكن حاجتهما إلى التعامل والتعايش معا في عالم يزداد تكافلا لم تكن يوما أكبر مما عليه اليوم. ويستطرد الكتاب في معالجة ثقافات متنوعة. عن تحدث الدكتور سهير في أحد المناسبات برضو عن الحضارة العربية، وكيف أنه هذا ابتدى بالتدريج يعني مع دخول أولادنا مدارس أجنبية. هذا المهاجر إعلام لا حكومة. عندنا تراث فكري في كل مجال، ولكن نسيناه. جيبوا لي واحد شاب اليوم عربي في أي مدرسة أو جامعة قول له عنه جاهل، قول له يمكن عينيه برا بس أكثر من هيك. أقام مركز الحوار العربي بدواحي العاصمة الأمريكية واشنطن ندوة فكرية قدم خلالها الدكتور سهيل بشروقي مجموعة من الكتب التي أشرف على ترجمتها، وجاءت ترجمة كتاب للأمير البريطاني تشارلز تحت عنوان الأمير ليتحدث، لتبرز مدى تأثر هذا الأخير بالحضارة العربية والإسلامية، وذلك من خلال الجزء الذي خصصه للإسلام والغرب. عنده مقال اسمه الإسلام والغرب، ثم الشعور المقدسات بناء الجسور بين الإسلام والغرب، عنده فصل الاحترام بين الأديان، المجتمع المتمدن، بعدين وقت للشفاء. الشفاء هذا مش المرض هذاك، لكن مرض التعصب. وأخيرا عنده فصل عن التعليم. من أجمل ما يكون محاضرته في الذكرى السنوية لمولد شكسبير، وبعدين فصل عن تعليم المستقبل. هذا هو الكتاب في هذه، يعني هذه الخمس مواضيع هي اللي شغلت بال الأمير. التلاقح بين الغرب والشرق ومدى ما يتركه من بصمات على التعاطي السياسي بين كلا العالمين، رؤية وضحت من خلال محاضرة الدكتور بشروقي وعززها رأي الحاضرين كل حسب رأيه. أنا أعتقد أنه بداية الاهتمام بالشرق والاهتمام باللغة العربية كان أساسه هو اهتمام حضاري، لأنه كان الغرب يعاني من عملية تحلف فكري وتحلف ثقافي وتحلف تكنولوجي، وبالتالي اتجهوا إلى الشرق حيث كانت هذه الثروة الثقافية والثروة الحضارية، واقتبسوا ما يريدوا من هذا. أنا أعتقد أنهم في خلال عملية الاقتباس ودراسة الشرق اكتشفوا أن هذا الشرق قوي، وأن الشرق ممكن أن يؤثر عليهم بشكل سلبي، ولهذا السبب استخدموا ما لديهم من معلومات عن الشرق لتقسيم هذا الشرق ومحاولة السيطرة عليه واستغلال موارده. ندوة ميزها فهم الدكتور سهيل بشروقي لروحانية الشرق داخل منظومة كرس لها النصيب الأوفر من حياته. ربط بين هذا الشرق وذاك الغرب حيث تتداخل المفاهيم الإنسانية الشاملة لتسمو فوق كل خصوصيات. رحاب النباتي، قناة المهاجر، واشنطن. ذات المهاجر إعلام لا حكومة. بعض الكتب التي قام بتأليفها طبعا مجموعة من الكتب،
آخر أو أهم أيضاً من أهم الأشياء التي ألفها هو تراثنا الروحي، عمل باللغة الإنجليزية واللغة العربية. والفكرة من هذا الكتاب هو أراد تدريس قيم الأديان في الجامعات. في الجامعات الغربية عندما يتحدث إنسان عن دين يعني خط أحمر، لا غير مسموح بالتحدث في الدين في الجامعة. أهمية الدين لا يمكن إنسان أن يغفلها في حياتنا. فابتدى يفكر في كيفية البحث عن مفهوم آخر، فوصل إلى قناعة spirituality وهي الروحانية. والروحانية هي أساس الدين، الجزء الروحاني هو جزء الدين الذي يعكس أعمالنا مع بعض من خلال السمو الروحاني. فألف هذا الكتاب الذي تعرض فيه إلى تاريخ الروحانية في العالم من أزل الأزال إلى يومنا هذا، مكرسا على أهمية الجزء الروحاني في عالم اليوم. تحدث أيضا كثير عن دكتور عن جبران، ربما لأنه الوقت يمكن يكون شوية داهمنا، نسمع هنا drives us to do either good or bad, really. And what decides which way we go is an inner awareness, a consciousness of something greater than ourselves, mightier than ourselves. We were discussing the environment, and there were several questions. I said, well, really the poets understood this very well. William Blake, this is something I believe wholeheartedly. He says, everything that lives is holy. In other words, this world is a sanctuary, right? A sacred place is not sacred because you call it a church or a mosque or a synagogue. It is sacred and it's defined by the action you take in it. So anywhere in the world could be a sacred place, provided you are performing a sacred act. And to protect life is a sacred act. And life is not human life only. It's life in general. Because even human life is an extension of the life of the world. We have to understand this, develop this consciousness, and this consciousness becomes so important for us. As a matter of fact, when you look at the great faiths, one of the marvelous things about the religious traditions of the world, that when you come to the universal principles of ethics, they're one and the same. What we differ in are how you pray, you whether stand up or you sit down, or whether you use this or you use that. This is non-essential part of religion. The essential part is in the golden rule, do unto others what you want them to do unto you. It's in the Torah, it is in the Bible, it is in the Quran, it is in the Zendavusta, it is in every scripture you come across. Some people laugh at you if you speak to plants. How do you know that the plant doesn't also have a sense of life in it that can respond? Maybe not in the same way we respond to each other, but there is a kind of vibration. I call it a spiritual vibration, you see. And we are all in the final analysis connected. For the last 500, 600 years, all we have to do is classify, analyze, separate, right? Now is the time to synthesize, come together, and become a whole.
كثيرة من العطاء لأكثر من 50 سنة من الصعب جدا أن تختزل في 40 دقيقة أو ساعة، ولكن اكتفيت بهذا القدر وخصوصا آخر مقطع من الفيديو. كان إنسانا عظيما فكر خارج حدود الإقليمية بعقل منفتح على الإنسانية، ومما لا شك فيه أنه حاول بما أعطاه الله من موهبة وظروف أن يساهم ويحاول أن يغير في الفكر العالمي نحو مزيدا من الاتحاد والتعايش بين الغرب والشرق. في كان محاضر بيدي محاضرة، وبعدين وهو بيحاضر ابتدى يشوف الناس واحدة واحدة عمالين يطلع، وفي الأخير لقى في شخص واحد بس قاعد. فبعد ما أنهى المحاضرة نزل يحييه على صبره واستحماله طول هذه المحاضرة أن يجلس وحيدا، فقال له لا أنا المحاضر اللي جاي بعدك. أنا الحمد لله أن الطاعة ما زال بها عهيدا من الحضور الذين يجب أن أشكرهم على حسن استماعهم ورحم صدرهم، وأرجو أن أكون بمقدار بسيط يعني قدمت جزء من مسيرة الدكتور سجل. شكرا جزيلا. نشكر السيد سمير اللي قدم لنا وجهة نظر وتفكير وطريقة فكرة عن الأديان وعن فلسفته عن التصوف. في شيء يمكن معلومة أحب أتكلم، شيء حي وقريب كان. سنة في الشهر الماضي تاريخ 20 أكتوبر الجامعة الأمريكية في لبنان عمل ذكرى للسيد الدكتور البروفيسور سمير بوشروقي، ودعا حضره عدد من زملائه اللي كانوا زملاء وكلهم أدباء وشعراء، لأن الأستاذ سمير ذكر وجهة نظر الدكتور. فأنا أحب أقول بعض الأشياء اللي قالوها زملائه عنا في هذه الحضور. كانت الكلمة الأولى للدكتور قاسم شعبان، فأتكلم عن السلام في مفهوم سهيل بوشروقي. قال بأن السلام إن انبعاث الأصوليات في كل دين نذير شؤم ولعنة القرن 21، لذا من الضروري إحلام السلام لا بين البشر وحسب، بل بين الأمم ومع الطبيعة والبيئة، لأن السلام يلغي الفقر والفوارق بين الطبقات ويفرض احترام الطبيعة. احنا نعرف ان اغلب المشاكل الحين من ناحية القضاء على البيئة والتلوث كلها لأن البشر لا يحترمون الطبيعة. ويتغلب على ما نشهده، إن السلام يتغلب على ما نشهده اليوم بين الدول من طغيان الظالم على المظلوم ومنعه حتى من الشكوى. رأى الدكتور قاسم شعبان أن محور فكر بوشروقي يقوم على إدخال الروح في الثقافة كما ذكر الأستاذ سمير، وعلى أن الأديان واحدة يجب أن تركز على النقاط التي تجمع لا التي تفرق. من هنا إيمانه بأن الحب أساس السلام والتصوف وحدة الوجود، والرسالة الحقيقية هي رسالة المحبة لا العنف. وختم البروفيسور بوشروقي حياته بهجرته إلى الولايات المتحدة، قال أبتعد عن العالم العربي فأزداد قربا منه وحبا إياه وعملا لآدابه وفكره. من الأشخاص اللي تكلموا في هذا اللقاء كان الشاعر محمد علي فرحان، أكيد تعرفون، أتكلم عن كتابة التراث الروحي ووحدة الأديان في مؤلفات الدكتور سهيل بوشروقي.
وبعدين قال ان اهتمام الدكتور سهيل بوحده الاديان يظهر من عنايته بالادب المهجري. نعرف ادب المهجر له علاقه بالروحانيات كثيرا، فاتكلم عن سفرته الى نيويورك ولقائه مع جبران، مع ميخائيل نعيمه، مع امين الريحاني، فمعتبرهم قليعه المعبرين عن وحده الاديان في اهتمامهم بالتصوف واديان الهند والشرق الاقصى والتاسيس او انتقاد المؤسسه الدينيه في وطنهم اللي هي التعصب. بعدين تكلمت عنا الشاعره مي الريحاني وارسلت من واشنطن باللغه الانجليزيه عنوان، قالت عن كلمة، قالت: جمعت بيننا في لبنان أمور جليل، حبنا الأدب، قناعتنا أن غالبا ما تكون للبلدان الصغيرة أقدار كبيرة، إيماننا بالصلة الوثقة بين الشرق والغرب، وعينا أن بين الأديان مساحة مشتركة، لكن أعمق شيء فيها هي صداقتنا وبتنا بيننا وجمع بيننا. باختصار شديد كان الكلمة الأخيرة للشاعر هنري زغيب، إذا تعرفونه شاعر معروف، قال: كان لبنان في قلبه وفي فكره جبران والريحان. على طول كان الدكتور البروفيسور سهيل دائما كان يقول إنه لبنان في قلبي لكن فكري هو جبران والأدب والريحان. في أنا صار عندي لقاء هاتفي معه. أول تأليف أو أول ترجمة عملتها اتصل فيني من أمريكا من الجامعة، مع أنه ما كنت عارفة شخصية بس كنت سامعة، بس لأن مجال تخصصي أدب لغة عربية فاتصل لي من أمريكا شجعني على الترجمة، قال لي: تابعي العمل الجيد. بعدين قال كلمة، قال لي: في تعصب كثير في العالم، انتبهي أنه لا يأثر عليك هذا التعصب. إذا الشخص ينجح في أي مجال راح يكون من كثرة التعصب أفراد عديدون اللي راح أهما مهما يكونون قريبين بالنسبة له راح يوقفون أول ناس بطريقة. فأزيل التعصب وحاولي أن لا تستمعين إلى الأقاويل السلبية، وهذا الشيء اللي دائما أكيد السيد سمير في التدريب يقول أنه نبتعد عن السلبيات ونتوجه إلى الإيجابيات. لي رجاء أخير الحين وأنا قاعدة هني قاعدة استنتجت إنه إحنا تكلمنا عن فكرة لكن ما تكلمنا كثيرا عن أدبه، فهو تكلم عن أدب المهجري. فإذا في مجال أخ دسمة أو أستاذ علي عبد الله خليفة إنه في البرنامج القادم زي برنامج عن الأدب المهجري وفكر دكتور بشرؤي في التصوف والروحانية. شكراً لحضوركم، نتمنى أن نلتقي مرة ثانية في لقاءات أخرى. تفضل. مداخلة نصيحة، دكتور بشرؤي أثرى الأدب وثقافة التسامح العربي وما أحوجنا إليه في كتاباته وفي دراساته وفي بحوثه وفي كل هذا الأشياء. ففي مقابلته كان في مقابلة طبعا مقال الوقت موجود بس بقولها، سأل أن أحد من اللوردات سأل، لأنه هو ترجمه بالإنجليزي، قال: أنت كتبت عن الأدب والتسامح العربي الراقي الموجود، أين العرب منه؟ فهو قال إن إذا الأمة نست ثقافتها التسامحية والأدبية وهذه فهذه يعني مصيرها، فلابد أن نرجع إلى ثقافة التسامح والتعايش والمحبة بين البشر. فالثقافة العربية ثرية في هذا الشيء، فهو كرس حياته ليثري هذه الثقافة العربية للعالم العربي. شكرا.
سيد سمير تفضل له كلمة. طيب أنا بس هختم بكلمة بسيطة. هناك نجوم كثيرة في العالم أثروا للإنسانية. عندما نستعرض إنجازاتهم ومسيرة حياتهم ليست لمجرد الاستعراض ولكن لدراسة العبر وأخذ دروس من حياة هؤلاء الأشخاص وما أثروه للإنسانية. حقيقي يعني زي الدكتور سهيل بشروقي في قدرية حصلت في حياته. قدرية ولد أين وتعلم فين وانتقل فين وعمل، لكن استفاد من هذه التجربة وأحياها وعكسها على الآخرين. في أحد مقابلات الناس بتتكلم عليه بيقول لك على الرغم من علمه الغزير كان أحسن مستمع وخصوصا لتلاميذه. هذه هي الميزة، أن نستمع ونتعلم من الجميع. فيعني أنا شخصيا تعلمت كثيرا عندما قمت بإعداد هذه الجلسة كثير، إنه كان شخص متواضع إلى أبسط درجة. هو الوقت لم يتح، في كام رسالة رثاء كتبت فيه يعني تتحدث عن نبله، على الرغم من أنه كان يعاشر الرؤساء أعلى مناصب، لكنه كان متواضعا جدا ومحافظا على أصوله. فيعني إلهي يا رب يقدرنا أن نقوم أيضا بخدمة مجتمعاتنا ولو بالقليل، ولو بالقليل، القليل جدا يساعد. وشكرا لكم. بالنيابة عن أحب أن أشكر مركز كان الثقافي اللي منحني هذه الفترة، هذه الفرصة في فترة قصيرة وخارج عن البرنامج والجدول المعهود. نشكركم إن شاء الله ونتمنى أن نتعامل في المستقبل أكثر. إذا ممكن تتفضلون بالنيابة عن الجمعية البهائية ومركز كان الثقافي لتقديم لتبادل الدروع أو الهدايا. شكرا لكم. تتقدم الجمعية البهائية الاجتماعية بالشكر الجزيل إلى مركز كان الثقافي على جهودهم المبذولة في نجاح الندوة التكريمية للبروفيسور سهيل البديع بشروقي، آملين الاستمرار في التواصل والتعاون المشترك مع تمنيات لنا لكم بالتوفيق والنجاح الدائم للجمعية البهائية الاجتماعية. أنا عمدا قريتها لأنني في سنة من بعيد ما تعرفون.